بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا الفيديو يا ريت ما تنساش تضغط لايك وتعمل سبسكرايب عشان ده بيشجعني ان استمر في تقديم الفيديوهات. يلا بينا نبدا على طول. طيب يا شباب، النهارده هكلمكم عن فيزا محمد صلاح. الفيزا دي من بنك اسكندريه. الفيزا دي افضل فيزا تقدر تفعل بيها بنك الباي بال او بنك بيسيرا او بنك باير. كمان تقدر تشتري بيها من اي موقع على النت، موقع اونلاين زي سو.com او امازون او اي باي، اي موقع تسوق. بالاضافه ان الفيزا دي بتشتغل على اي موقع، يعني مفيش موقع هتوقف معاك. بالاضافه للامان اللي فيها، فيها امان البي اي ان كود. البي اي ان كود اللي ما يعرفوش هو لما بتيجي تعمل اي معامله على النت لازم تيجي رساله الاول على الموبايل عشان توافق على المعامله. طيب الفيزا دي مش فيزا، هو حساب بنكي بتعمله من وانت عندك 18 سنه، اسمه حساب بنك الشباب من بنك اسكندريه. تمام، الحساب بيتفتح من غير فلوس، لازم تحط فيه بس اقصى حاجه عشان تبدا بقى الحساب 200 جنيه. هتحط 200 جنيه وهيبقوا بتوعك اساسا، مش تمن الفيزا. بيحتاج صوره شهاده ميلاد وصوره البطاقه بس، مفيش اي حاجه ثانيه بتحتاجها معاك. البنك اسكندريه بيديك خدمات كتير، كمان بيديك البنك الاونلاين. تمام، تقدر تسحب وتعمل معاملاتك كلها من الحساب بتاعك على الموبايل بتاعك. بالاضافه ان بنك اسكندريه له سمعه كبيره وليه فروع في كل حته تقدر تسحب بيها. بالاضافه ان لو جالك ويسترن يونيون ممكن تستلمه من الماستر كارد من بنك اسكندريه. كلنا عارفين ان بنك اسكندريه متعاقد مع شركه ويسترن يونيون. الفيزا ما فيش فيها اي مشاكل، تشتغل على اعلانات فيسبوك، اعلانات تويتر، اعلانات سناب شات، اعلانات يوتيوب، مش هتقول لك لا. الفيزا هتشتغل معاك في كل حاجه. كل عليك انك تروح البنك تقول له انا عاوز اعمل حساب بنك الشباب وعاوز اعمل الفيزا دي. بعد ما تستلم الفيزا دي، يعني انت بتستلمها بعد ما تعمل حساب 21 يوم عن طريق البريد المصري. تمام كده، بعد كده بتتصل بالدعم الفني بتاعهم، بتقول لهم لو سمحتوا عاوز افعل الفيزا بتاعتي على الانترنت. بياخد منك الرقم اللي ورا ده وبيفعل الفيزا بتاعتك على الانترنت من غير اي مشكله ومن غير اي حاجه. موضوع سهل خالص، الدنيا سهله، مش محتاجه تعقيد. يعني بعد ما تفعلها على النت تقدر تشتري بيها وتعمل فيها كل اللي انت عاوزه. بس كده الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى ما تنساش تضغط لايك وتعمل سبسكرايب عشان ده بيشجعنا. حد كده اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.